الأمال الجوفية دي كانت طالعة السنة اللي فاتت في نفس الميعاد بعد ما خلصنا امتحانات الإعدادية على طول، نفس النظام برضه طلعت السنة دي، بتيجي على شهر 10 كده بتقل، بتخس، بتبقى الجماعة اللي هم حوالينا اللي هم دول لما المية طلعت عندهم وردموا، فالمية كبست تاني فزادت السنة دي، فالمفروض كانت من امبارح لحد النهاردة كانت خاسة 2 سم، جت امبارح زادت تاني ماشي. وعلى فكرة المبنى ريح، المبنى بتاع المدرسة ريح، إجراء ما حكومي أو فيش أي حاجة أي خالص؟ إغراء، والأستاذ شعبان مدير المدرسة عمل جميع ده من جهود الأستاذ شعبان يعني، واحنا اللي شايلينها واحنا اللي رادمين ده كله، والأستاذ شعبان هو اللي بيعمل ده كله. ده احنا حتى مرة رحنا المجلس المحلي قالوا روحوا خلوا الأخوان يعملوا لكم، خلوا المشايخ اللي يعملوا لكم عشان اجيب لك من الآخر، ورحنا نقول لهم هاتوا رمله وهاتوا بتاع، قالوا اللي ضرب بايظ الازاله دي، طيب وفعلا في ازاله لجنه التخطيط جت هنا للمبنى ده وهيزلوه كده كده هيزلوه. والمبنى ده المبنى ده ما جالوش ازاله، كان فيه ترميم من السنه اللي فاتت في القلبتين السلم، القلبه اللي هناك دي والقلبه اللي جوه. الوقت انت لو طلعت فوق وصورت المبنى هتلاقيه مشرخ والبلاط مشرخ.